كما اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في بروكسل مع معالي السيد غابريليوس لاندسبيرغس وزير خارجيه جمهوريه ليتوانيا وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما خدمه للمصالح المشتركه اضافه الى مناقشه عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليميه والدوليه